أكوار فايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، للدكتور فارس الحجري. الأدلة القصصية من مستفيدي أكوار فايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن. الربو، التهاب الجيوب الأنفية، آلام الصدر، ضيق التنفس، مرض الشريان، أمراض القلب إلى آخره. تحسن الرجل من حساسية الجيوب الأنفية والإصابة بالرش والربو. الحمد لله، حساسية الأنف خفت كثير، والإصابة بالرش خف كثير، والربو من أحسن إلى أحسن، وتم استغنائي عن المضادات الحيوية لشهرين منذ بداية العلاج بالماء الساخن. والأسبوع القادم إن شاء الله سأجري بعض التحليل عن الكوليسترول واليوريك أسيد، حامض اليوريك، وأتأكد من النتيجة، وبعد ذلك سأكتب تقرير مفصل عن العلاج بالماء الساخن واستفادتي شخصيا منه. بارك الله فيك أخي العزيز، ويعلم الله أن شخصكم الكريم نعمة على البشرية، وذلك لمن علم وطبق عمليا. تحسن مواطن سعودي من حساسية الجيوب الأنفية وكتمة الصدر. أشكر الله ثم أشكرك على الفائدة من شرب الماء الساخن، لأني عانيت سنوات طويلة من الحساسية الأنفية وكتمة في الصدر، والآن بدأت في تحسن ولله الحمد. جزاك الله خير أخوي، وجعلها الله في موازين حسناتك. إشادة شفاء الرجل من الربو واستغنائه عن البخاخ. الماء الساخن بفضل الله تعالى شفي شقيقي من مرض الربو. كان لا يستطيع الاستغناء عن البخاخ، ولكن لما شرب الماء الساخن لمدة معينة شفي تماما واستغنى عن حمل البخاخ. شفاء رجل من الربو. السلام عليكم، أنا أعاني من الربو، وكنت ما أطلع جهاز الربو معي، والآن الحمد لله ما عندي أي أزمة الربو من الماء الساخن. الله يعطيك العافية. شفاء الرجل من التهاب الجيوب الأنفية. بالفعل منذ رأيت حلقات عن استخدام الماء الحار كعلاج، بدأت أستخدمه ورأيت نتائج واضحة، بالذات في علاج التهاب الجيوب الأنفية. نتمنى لك التوفيق وإيصال هذا العلم إلى مختلف البلدان العربية. شفاء الرجل من حساسية الصدر واحتقان بالزور والتهاب الحنجرة بدون مضاد حيوي خلال يومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور العزيز فارس. ومع هذه النتيجة، ومع دخول موسم البرد الفجائي، وكالعادة أصبت بالبرد واحتقان بالزور، وعاني من حساسية في الصدر، وكنت في السابق أصاب دائما باحتقان، ويحدث احتقان بالزور وينزل إلى الصدر، وأضطر أن أخذ المضادات الحيوية بمعدل كورسين في الشهر. ولكن بعد استخدام العلاج بالماء الساخن منذ حوالي 6 أشهر الماضية تحسنت الحالة، ولم أخذ أي مضاد حيوية. ومنذ 3 أيام أصبت بأزمة برد حادة بسبب دخول الشتاء بقوة، حيث فجأة وصلت درجة الحرارة إلى 5 أو 6 درجات، وأصبت بالتهاب الحنجرة. وكالعادة كتب الدكتور لي كورسين مضاد حيوية. لم أستخدم المضاد، ولكن أكثرت من شرب الماء الساخن. وفي اليوم الثاني بدأ الالتهاب يتفتت ويخرج البلغم بسهولة، وشفيت، مما أسعدني ذلك، حيث استنتجت أن
الماء الساخن هو أقوى مضاد حيوي طبيعي، حيث تم الشفاء من حوالي اليومين. حمد الله على هذه النعمة الطبيعية، الماء الساخن. وشكرا دكتور، وجزاك الله خير الجزاء، وإلى اللقاء مع تجارب أخرى. تجربة إمرأة بالشفاء من التهاب الصدر وعودة المرض بعد توقفها عن الماء الساخن. أهلا يا دكتور، كنت ملتزمة بالماء الساخن لمدة 4 سنوات، ولما أزكم ما يتعب صدري وما تجيني كحة، وتوقفت عن الماء الساخن 5 أشهر هذه السنة، ولما زكمت تعبت أمس أول مرة أسوي أكسجين، ورجعت على الماء الساخن وما بتوقف إن شاء الله. تحسن كبير وضع صحي للرجل من التهابات الجيوب الأنفية والتخلص من مخاط وبلغم كان يعاني منذ 15 سنة. أنا مشترك من قبل في القناة، وبالفعل عندما بدأت أشرب الماء الساخن رأيت فارق واضح على التهاب الجيوب الأنفية، حيث أعاني من مخاط وبلغم مستمر بسبب التهاب في الجيوب مع منذ أكثر من 15 عام. مع علم جربت كثير من أنواع الأعشاب والأدوية ولم أجد أي فرق، فقط بشرب الماء الساخن وجدت فارق ما يقارب 70-80%، مع علم أنه علاج مجاني. سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.